الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغبن عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة إخواننا في فلسطين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الظلم الذي سلط عليهم خاصة في هذه الأيام المباركة. بمناسبة العيد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يلهمنا السداد والثبات إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يعيد هذا العيد علينا وعلى الأمة جميعا بالخير واليمن والبركات. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، على سائر الأمة الإسلامية إن شاء الله بخير إن شاء الله. إن شاء الله يفوت عيد مبارك إن شاء الله بالصحة والهنا إن شاء الله، وطلع عمر بالصالحات إن شاء الله، واللهم انصر إخواننا إن شاء الله المسلمين في فلسطين وجميع أنحاء الأرض ومغاربها إن شاء الله. بمناسبة العيد المبارك إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله العيد إن شاء الله سعيد، ونتمنى إن شاء الله لجميع المسلمين الخير والبركة بهذا العيد المبارك إن شاء الله، وجميع الجزائريين إن شاء الله، وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله.